بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للدرس السابق الذي هو الأصل الثاني من أركان الأصل الثاني من أصول الثلاث، فنبدأ بدليل الشهادة. شهادة أول ما ترى أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اندرو ترى إننا قلنا إن در الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، در دليل دور قرنما. إذن شهادة أن لا إله إلا الله دليل ما إني الله نغرام أدر فارق ده عندنا نغني شراني ولتوصو انت رتايدا إنونا شراني. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة أن لا إله إلا الله ما نمى مليني دليل ما نمين ما نسمى لا معبودة بحق إلا الله ناي. الله جرره يستحق العبادة عبارة من الدعمة من الموغرني هذا سني الله يترمه أنه على كرتك بين إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله لا ندور بينك إن بناء إني إله الله كل الله ندريجكي آلهة بكين ندريجكي اللات نيشي عزة نيشي يعوق ويغوث بل من دجكي. لكن على قلنا آلهة مزورة جررشة لا يستحقون العبادة أبدا لأن على مخلوقاته لا يضر ولا ينفع. لكن الله سبحانه وتعالى ضرر جنجني نفعين نجلجني هلين جنجني نجنجني نجمغني هلكنجني مالكني مدبرني توجك العبارة من حدث لا إله دور الله ني عبارة يستحق عبارة من المؤمن حدث نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. الله يترمى جرى راحة ومقوله إن الله كل بيك مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبره ولا في تدبيره. أنا كلمة شرنا درو تفسير زمايني كوان إبراهيم عليه السلام يفارو وإذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم تعب مر فاريكي وقومه الجاسر نفاريك إنني تان براء تان برد غسره مما تعبدون الله دوار مزور الله كسمني إبراهيم قال تان برد إلا تندرون على دوا على مزورة البرد وصونا على نر تاريج ريح حق مغر تعبر أنك إلا الذي فطرني خلقني ابتداء على الفطرة. الفطرة دور من الإسلام
فإنه سيهدين إنه الله ره الله جراره عبارة مغرو سيهدين تنغزلون ترو هداية وسايقنا هداية مرشو هداية توفيقية الله دعوة إسلام رنجدرك وهداية دلالته نا أنجاننا نغنى أن كافر قوين إسلام ودننا كغا وجعلها قسوج كلمة كولي باقية كينة في عقبه في ذرية سمادرة كلا سمادرة لعلهم يرجعون سرازابت النغنى. وأيضا من الدليل تفسير لا إله إلا الله قل يا أهل الكتاب أهل الكتاب دوره يهودا يا نصارى يا يهودا أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل يهودا نعم موسى عليه السلام ونصارى نعم عيسى عليه السلام قل يا أهل الكتاب تعالوا يردنا إلى كلمة كوالني سواء بيننا تنداي النداي وبينكم ألا نعبد إلا الله تنداي النداي قلنا يردنا كوالا الله سبحانه وتعالى يدعو ترد زوج تكوالت مريني ألا نعبد إلا الله ألا جرراني إبرا مغرو مرترما إن الله قرارة مزورة شكا قلنا بانقل فتنناني الله ترمي برنداج ولا نشرك به شيئا هذا الله نقول دره مخلوق الله أن يندر إيسا الله ندر دي عزير الله ندر دي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إذا كان هنا فترنا تلدى شطرة غصو فقولوا فيرنا بأننا تندى مسلمون أسلانا إنا نندى ندوما تلدى تندى بردندو إيو الله سبحانه وتعالى إن مري فدار تياندندو مري دغنا ندغدس إذا انتهر الإسلام عندنا أي فيما يتعلق تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أما تفسير والدليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد هجر جاءكم ارجن جنت لقد جاءكم هجر ارجن جنت رسولني الله نرى ندنا من انفسكم من جنسكم بل هو من بينكم من جنسكم دوره ملا عن ملائكة شي نندادرو عن أبا من هلنديك أيام من هلنديك عن قريب دوره دشي أبا من هلنديك أيام من هلنديك كنجل من هلنديك وبعدين إنسان ملائكة شي عزيز عليه ما عنتم نندارا شفا دنيندك توصلنا راكرين در دائما من نندارا هونون نجمك زندار جاتك تدا نجوك رسودك حريص عليكم ناي نفن دمارا نندار نفن دمارا بردغا كله ناي إن نندار دورني نندار دون جوركوك إن دارنا فنجنا عن جو وتر دون جندك تقولي كار حديث ترى من أي فارق له وين فدة أريا إرد دروت تلندك تان كين ركوي من وادرك
ركوع ما لدرون ده عندك نحى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بالمؤمنين أمر الله نعى درارة رؤوفني رحيم نعى. آية دليل محمد شهادة أن محمد رسول الله. طيب ما نما إني عند فطر ما نما ما شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر طاعته من لا ينفر دا طيانيك وتصديقه فيما أخبر إن مري فر غنيك واجتناب ما نهى عنه وزجر إن مري دغنان دوانيك وألا يعبد الله إلا بما شرع زلنا أي مريدا جوجا روح نزلن كودا نرجع توجير نينش ودليل صلاة أي وزكاة أي هذا قلنا أدلة أركان الإسلام هذا دور تشك وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة أدليل دي صلاة ويؤتوا الزكاة زكاني وكرم إرو درتك ذلك الدين القيم ديني تريني أما دا تصن على آلنا زلون دا دي الفلد كلام دا زلون قراغنا قنار يوكنا زلون ترو دا تن على آل دينا ودليل الصيام وزمنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود يفارق لنا نغلام أدرى يا أيها الذين آمنوا إن توصوا إن ترتشوا يقرصي كنا تنترى جانين زندتر أركان إنغنا كتبا نندرى فردكي واجبكي عليكم نندرى إن الصيام أزم سغسنا أولا مرضى مساعد كودرو مرة تروني بس أول تروني كما كتبا أما قدار زارو دمر فردكي مركر نندرانا فردكي من قبلكم لعلكم تتقون عشان الله العاصق لجي كان ونوية نراوكي كيفتا تندمير ونور ناطق لجي كار وزوم على قرطين جنة ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله هنا لام ملكية ولله على الناس حجنا أما الله سبحانه وتعالى أما قدرتني روز دي ديني وسكنك كوغو ترى الله سبحانه وتعالى مرارا فردكي إيجي عمر صندوق نادر ترانين قويندنا يقع الله كردر دريندنا زورشيننا أن قدرد من استطاع إليه سبيل أنت مرين قدرتني روز ديني وسكنك ايجو ترغوي نتو سو كفرتناي والله من الغني بلواني عن العالمين اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وبصفاته العليا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.